يسرني في البداية أن أنقل لكم تحيات وتقدير اللجنة الوطنية العليا للتطوع خلال الأزمات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. نؤمن بكل يقين بأنكم ستشكلون خير إضافة لكوادرنا الطبية والتمريضية في هذا الوطن الغالي وبالأخص في هذا الوقت، لأنكم ببساطة جئتم إلى هنا من دافع حرصكم الشخصي وحسكم الوطني للعطاء لهذا الوطن الغالي، فشكراً لكل جهودكم ونتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله. طبعاً هذا التدريب اليوم يشمل على 6 محطات. المحطة الأولى تعليم وتدريب المتطوعين على كيفية تقييم المرضى، المحطة الثانية تعليمهم على الإسعافات الأولية وبالتحديد الإسعاف والإنقاذ، المحطة الثالثة تعليمهم على أخذ العلامات الحيوية وبالتحديد قياس الضغط والحرارة والعلامات الحيوية الأخرى، المحطة الرابعة عبارة عن كيفية مكافحة العدوى أو وضع الحماية الشخصية، المحطة الخامسة كيفية عمل مسحة فحص كوفيد، والمحطة السادسة تعليمهم على المهارات الأساسية للتواصل والاتصال مع المرضى. هذا إن شاء الله راح يساهم في أن يعطيهم المهارات الأساسية أنهم يساعدون الكادر الطبي في الميدان. تؤهل الورشة المتطوع للنزول للميدان من خلال تغطية أهم المهارات الطبية الأساسية وبالتركيز على أهم مهارة بالنسبة لنا اليوم وهي مهارة التواصل مع المرضى، وإن شاء الله بعد الانتهاء من هذه الورشة يتمكن المتطوع إن شاء الله من الالتحاق في الميدان لمساعدة أخوانه من الطواقم الطبية. وياكم حمزة الظاهر، أنا هني متطوع أساعد فريق المتطوعين في مساندة مهمهم، وردي أنا متطوع في دارة الصحة وداوم مستشفى خليفة برنامج هومايزيشن بروجرام. في النهاية بنكون إن شاء الله جاهزين وندعم خط الدفاع الأول في الميدان. لحد الآن خلصت 5 مهارات، باقي لي مهارة واحدة، وإن شاء الله بأقرب وقت خلال أكم من يوم أكون جاهزة حتى أساعد خط الدفاع الأول في الميدان. We'll be right back.